انتقل إلى هيكل الحيوان. يمثل طبعا هيكل الحيوان دعامة للجسم، فهل جميع هياكل الكائنات الحية متشابهة مع بعضها البعض؟ هل هي موجودة على السطح الخارجي للجسم أم موجودة داخل الجسم؟ أم هل هي صلبة طبعا أم هي لينة هذه الهياكل؟ هيكل الحيوان يمثل إذن دعامة للجسم ويحمي الأعضاء الداخلية أيضا ويسمح للحيوان بالحركة، فهو يشارك إذن بثلاث أمور أو ثلاث وظائف: يمثل دعامة للجسم، يحمي الأعضاء الداخلية، ويسمح للحيوان بالحركة. لاحظ الصور طبعا معي، هذه الصورة للحلزون، هذه صورة سمكة، وهذه الصورة لدودة الأرض. ما الفرق بين هياكل كل من هذه الحيوانات؟ من يعطيني فرق بينها؟ أستاذ، هيكل الحلزون خارجي، السمك داخل. دودة الأرض، الهيكل هنا ثلاث أنماط رئيسية، مثلا عند الحلزون هيكل خارجي، عند السمك يكون هيكل داخلي، الهيكل العظمي اللي هو داخل الجسم، الهيكل الخارجي عند الحلزون هي القوقعة الصلبي، أما عند دودة الأرض ما عنده هيكل صلب لا داخلي ولا خارجي، إنما يسمى الهيكل عندها الهيكل الهيدروستاتي، هيكل هيدروستاتي. طبعا موضوعه عبارة عن أجواف مملوءة بسائل، راح نتعرف عليه بعد قليل. ما هو الهيكل الهيدروستاتي؟ عبارة عن جهاز دعامي لا يحوي أي تراكيب صلبة، إذن هو جهاز دعامي غير صلب، لا هو خارجي ولا داخلي، لا ليس قوقعة ولا هيكل عظمي داخلي، إنما هو عبارة عن تجاويف مملوءة بسائل موجودة في الجسم، إذن لا يحوي أي تراكيب صلبي. يتكون من تجاويف في الجسم مملوءة بسائل تحت ضغط عضلي، إذن مضغوطة بالعضلات السوائل والتجاويف، وفي عضلات، إذن هاي كلها عم تضغط على الجسم بشكل عام، والذي يسمح لدودة الأرض بالحفاظ على شكل محدد وكما يسمح لها بالحركة. إذن الهيكل الهيدروستاتي صاير دعامي، دعامي قلنا لا يحوي على أي تراكيب صلبي، عبارة عن تجاويف بالجسم مملوءة بسائل، وهي السوائل مضغوطة بجهاز عضلي. هذا إذن الهيكل الهيدروستاتي يساعد في الحفاظ على شكل محدد للدودي، وأيضا يسمح لها بالحركة، وطبعا له خلايا انقباضية. يوفر دعامة للحيوانات التي تعيش في الماء وبعض حيوانات التربة، ويعد بمنزلة وسائد للأعضاء الداخلية للحيوان. إذا الماء، السوائل بشكل عام الموجودة ضمن الجسم، ضمن هالأجواف هاي، تحمي الأعضاء من الصدمات بشكل وسائد مائي.